آدم الثاني لكي يرد آدم الإنسان الأول الترابي إلى الفردوس ويحل قضية الموت. لا بلاش قضية، هي حكم الموت، أنك يا آدم تراب وإلى التراب تعود. حل الحكم ده، ما بقاش آدم تراب ولا التراب يعود، لا التراب يعود للتراب والإنسان الجديد اللي أخذناه على صورة المسيح ده موجود، ما لا بيندفن في تراب ولا بيموت ولا يضمحل ولا يتدنس، محفوظ لنا في السماويات. ويحل حكم الموت، أنك يا آدم تراب ولا التراب تعود. أنا أمسك من أول آدم والسقوط ومشيت إزاي الخمس تلاف خمسمائة سنة دول، بقول عندما عجز الإنسان أن يحيا مع الله، إذا عجز عن حفظ الوصية وسقط في المخالفة والتعدي وطرح خارجا عن حضرة الله، آدي الجزء الأول بتاع الربع الأول. احنا مع الله ممكن ان احنا نغلط، ولكن اذا كان الله معانا يبقى فيه ممكن فرقة، ممكن سقوط، ممكن طرد. لا انتهى، انتهى عهد الطرد. نحن نعلم انه قد حكم على الانسان بالموت ازاء التعدي، وهكذا دخل الموت الى العالم وساد الموت وسادة الظلم على عقل الانسان، كما نعلم تماما انه بميلاد المسيح قد وهب الله الحياة الابدية مرة اخرى الانسان عوض الموت، ودخلت الحياة الابدية واشرق نور الله على العالم مرة اخرى في شخص المسيح. الانسان من داخله في عقله في قلبه لكي يرى ويعيش طريق الحياة والخلود. دي حتى هفضل اكرر فيها من نواحي متعددة لغاية ما تفسخ في قلبنا تماما، من موت وظلمة لحياة ونور في المسيح. هنمشي كده عبر رحلة الآلام. كانت رحلة الإنسان من الحكم بالموت على آدم إلى هبة الحياة بميلاد رب الحياة طبعا في بيت لحم، ومن ظلمة العصيان زي ما شفنا لوصايا الله، وأيضا لكي يحل السلام والمسرة تماما في كياننا الروحي، علينا أن نعبر عبورا سريعا على مراحل هذه الرحلة الطويلة الشاقة المبنية منذ أن صدر الحكم الإلهي بالموت على آدم وكل بشر، إلى أن صدرت البشارة بميلاد الحياة الأبدية الإنسان للإنسان في شخص يسوع. طبعا أنا مش عارف الإنجيل كله لخبر الميلاد، أنا انتخبت حتت ورا بعضها وراها، وعليك أن تجمعها في قلبك وتربطها وتتأمل معايا وتعبر العبور السريع ده. هنقعد 5000 سنة في 5 دقائق. فطبعا مفروض ومطلوب منك انك تتابع بقلبك وبوعيك الروحي. نحن الان في سنة 5500 قبل الميلاد. النص: فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فقاطع أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر، ونادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت عريان فاختبأ. أدي الخطية. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من. فقال رب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ قالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال رب الإله للحية:
لأنك فعلت هذا ملعون أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. يعني اللعنة دخلت الأرض ودخلت الحيوان، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: كثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوضع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب ولا التراب تعود. ماشيين مع تسبحة بتاعتهم الاثنين. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. هذه أيها الأحباء مأساة السقوط من النعيم من الحياة الأبدية، والطرد من أمام وجه الله، والنزول إلى مستوى التراب واللعنة والعناء والموت. هذا كان ثمن عصيان الله.